بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة عن صيانة منازلنا. اللي أول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل الجرس الكل علشان أي فيديوهات ننزلها توصل لحضراتكم. شرف لينا وجودكم معانا في القناة. اشترك معانا في القناة، أرجوكم أنكم أنتوا تشيروا الفيديو لكل أصدقائكم وحبايبكم، وتكتبوا لنا تعليق مهم جدا ولايك علشان خاطر نتصدر نتائج البحث وتظهر كل المعلومات بتاعتنا، وكل واحد هيستفيد من هذه المعلومات هيكون لكم فيها نصيب الأجر والثواب زينا بالظبط. النهاردة هنقول لحضراتكم عن ماكنة الشوت كريت. ناس كتيرة بتتصل بينا بالتليفونات وبتقول لنا، مش بتقول لنا احنا عايز اصلح السقف ولا اي حاجة، بتقول لنا انا عايز المكنة بتاع الشوت كريت. هو ما يعرفش الشوت كريت دي فايدتها ايه او استخداماتها ايه. دي لها استخدامات خاصة، احنا النهاردة بس بنوريكم شغلها، لكن في حلقة هتبقى مفاجأة هنشرح تاريخ الشوت كريت واستخداماتها، وامتى نستخدم الشوت كريت وامتى ما نستخدمش الشوت كريت. خليكم معانا لاخر الحلقه علشان تشوفوا احنا مش مجرد واحد واقف بيرش وخلاص، لا، شوفوا احنا لما بنزوم الزلط بيبقى عامل ازاي، في الكتله الخرسانيه بتتجمع ازاي، الحديد متماسك ازاي. يلا بينا نروح نشوف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين السقف ده أساسا كان سقف خشب راكب فوق الكاميرات دي. طبعا احنا ما نعرفش السبب ايه وما حضرناش، لكن لما تشال الخشب من المكان ده خالص لقينا الكاميرات بالحالة السيئة دي. طبعا دي كانت احنا طبعا لسه ما شغلناش المكنة لحضراتكم، هنوريها لكم. بس قبل ما نشغل المكنة بنوريكم المراحل او جزء من المراحل اللي بتتم قبل مرحلة المكنة. الكاميرا ده طبعا هيتلف حديد وهيترش بعد كده بمدفع الخرسانة، والعمدان اللي انتوا شايفينها على الشمال المدوره دي هيركب عليها قمر برضو لسه جديد عشان يربط العمدان دي ببعضيها، والبحر ده علشان ده مش فلات سلاب فالبحر ده برضو كبير. قول لي بقى حضرتك بقى القمر دي انتوا عملتوها ليه؟ دي قمر صاصه. دي قمر قمر صاصه من قمر المحمود. عملتوها ليه بقى؟ عشان تربط بين العمدان، عشان مزرعينها دي يعني، عشان تربط بين العمدان كبيره. طبعا هنا في كاميرا زي ما انتم شايفينها حضراتكم، في عمارات في عنبر تاني هنخشه جوه، ده لسه طبعا يا دوبك اتصنفر الحديد القديم والدهن بمادة الابوكسي، عفوا، وده جزء اتركب الشبكة بتاعته بالصورة دي وبيحاول يربط اذا كان في سيخ ايه فالت او سيخ عايز رباط، بيراجع على الشغل تاني قبل ما يشتغل في شغل الكاميرا. لسه الكاميرا ما اشتغلش فيه. وبعد كده هنخش طبعا هنخش معاكم بقى على مكنة الشوت كريت عشان ما نطولش عليكم الفيديو. ده طبعا بعد المنطقة اللي احنا كنا جايبينها لكم من شوية بعد ما ركب بقى فيها الحديد. وطبعا هو التصوير مش ماشي بانتظام كامل، لان طبعا في اوقات مش بنبقى موجودين فيه عشان نلحق نصور، فالمرحلة اللي بنصورها بنوريها لحضراتكم. طبعا ده رش السقف، هنسيبكم انتوا بقى مع المكنة الشوت كريت علشان خاطر تتفرجوا على طريقة ملو الخرسانة وقوة الضغط اللي بتخلي مسامات الخرسانة مفيش تماما،
ودي مراحل بنبقى محتاجين فيها اجهادات خرسانة عالية، دي هنشرحها في حلقة تانية لوحديها خالص. ومحدش لما نروح عنده يقول لي لا انا لازم عايز المكنة، احنا نقول له المكنة تنفع امتى والمكنة ما تنفعش امتى. مش هصدع حضراتكم، هسيبكم بقى مع الشوت كريت تتفرجوا على طريقة الرش، وشيء ممتع جدا على فكرة. حتى لو انا مش راجل مهندس، في ناس غريبة كتيرة جدا بتيجي تقف معانا وبتبقى عايزة تتفرج. هسيب حضراتكم تتفرجوا. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام.